إلى متى سنبقى منتظرين؟ لعلهم لن يرجعوا. سيأتون في النهاية، لا يمكن لنا أن نعود وحدنا. لقد مضى على انتظارنا يوم وليلة، ماذا إن انتظرناهم أياما أخرى ولم يعودوا؟ أهلنا وذوونا جائعون وهم بانتظارنا، فإن تأخرنا في إدراكهم قضى القحط عليهم. أستميحك عذرا، ماذا حل بالإخوة العشرة الذين برفقتنا؟ بتنا لا ندري أن ننتظرهم أم نسبقهم. أعلم أنهم ضيوف عزيز مصر، أما متى سوف يأتون فلا أدري. ما أغنيتنا بجوابك. اذهبوا أنتم، سيلحقون بكم، اذهبوا وإلا تأخرتم. بنو إسرائيل قد جاءوا طلبا للضيافة لا للحنطة، لن ننتظرهم، هيا ننطلق. أهلنا وبنونا يتضورون جوعا، وهم يعدون اللحظات بانتظارنا رجاء أن نأتيهم بالحنطة، فإن أذن لنا عزيز مصر بالمغادرة سنكون له من الشاكرين. لقد أبقيتم علينا منذ 3 أيام، فهل بينتم لنا غرضكم؟ فنحن لم نأتي طلبا للأكل والنوم. ما ذنب أولئك المساكين؟ اصبروا، سوف أعود. هل تظنين أنهم سيعرفونني؟ الأمر منوط بفطنتهم، لكن لا أظن ذلك. نعلم هذا، نعلم، فهم يريدون مقابلة جناب يوزر سيف ليسألوه عن سبب إبقائه عليهم هنا. جهزوا بهو الضيافة، وعليكم بوضع عرش أعلى البهو، فالكنعانيون يعتدون كثيرا بعظمة المظاهر ويسلمون للعظمة بسهولة. ثم خذوهم إلى البهو وسأحضر بعدها. أمرك عالي المقام. إن عرفوني فسوف تفتضح جميع تدابيري. لقد كنت في عمري ولديك تقريبا عندما فارقتهم، كن على ثقة لن يعرفوك. تعالي منسة. أرجو ألا يذكروني. من هنا. عندما يدخل عليكم العزيز اركعوا له إجلالا واحتراما، ولا ترفعوا رؤوسكم قبل أن يأذن لكم، ولا تتكلموا إلا إذا سألكم، وإن سألكم اسمعوني جيدا، تجيبون باختصار، وإن أعطاكم الرخصة تنحنون له إجلالا، واضح؟ وإن غدرتم فارجعوا القهقرة. جناب الوزير الأعظم عزيز مصر يوزر سيف العظيم يدخل.
أخبروني عن أنفسكم، من تكونون؟ نحن جميعا من أبناء نبي الله يعقوب، من أحفاد إسحاق، ومن ذرية إبراهيم. أنا أدعى لاوي. اسمي هو يهودا. وأنا أدعى يساكر. اسمي هو عشير. وأنا أدعى شمعون. وأنا جاد. وأنا أكون روبين. وأنا أدعى نفتالي. دان. زبولون. ما شغلكم؟ ماذا تفعلون في مصر؟ نرعى الأغنام غالباً، والزراعة بحدود الحاجة. لقد حل القحط بكنعان منذ سنتين. قدمنا مصر طلباً للحنطة. خلف كل واحد منا أهل وبنون يرعاهم ويطعمهم. نرجو ألا يحرمنا عزيز مصر من رعايته ومساعدته. أخبروني، كم أخاً أنتم؟ 11 أخاً، آخرنا بنيامين الذي بقي عند أبينا. بنيامين؟ لما لم تأتوا به أيضاً؟ أقصد أنكم لو عمدتم إليه وإلى أبيكم واصطحبتموهما لازددتم حصتين من القمح. لم نتمكن، لا، لم يكن ممكناً اصطحابهما معنا. أبونا رجل ضرير ولا يقوى على السفر، وهو لفرط حبه لبنيامين وتعلقه به لا يسمح له بالابتعاد عنه. وما سبب إفراط أبيكم بحبه لبنيامين؟ أولستم من أب واحد؟ نحن من أب واحد، ولكن من أكثر من أم. كان لبنيامين فيما مضى أخ من أمه اسمه يوسف، ولكن أكلته الذئاب. وقد وجد أبونا بعد ذلك في حبه لبنيامين عوضا له عن فقدان يوسف. يظهر من وصفكم أن أباكم كان شديد الحب ليوسف. لقد ابيضت عيناه لكثرة بكائه على فراق يوسف. تأثر عزيز مصر من حديثنا؟ أنا لا أظن ذلك، يشعر بضعف في بدنه، سوف يعود بعد قليل. يكاد قلبي ينفطر من فرط الألم الذي حل به. أرى الانزعاج بادا على عزيز مصر، أرجو ألا يكون حديثنا السبب. لا، فقد شغل بالي أمر تذكرته الآن. مهما حاولت فلا يمكنني أن أثق بكلامكم، فأنتم تخفون في كلامكم حقيقة ما. كن واثقا يا جناب الوزير الأعظم أننا لا نقول سوى الحقيقة. أخبروني، هل أحببتم أخاكم الذي أكله الذئب؟ هذا مسلم به عالي المقام، فهو كان أخانا. أنا لم أجد أثراً للأوعة في كلامكم عندما كنتم تتحدثون عن أخيكم الذي صار طعاماً للذئب.
إنه أمر مؤلم جدا أن يأكل الذئب أخاكم. ألم أقل إنكم تخفون الحقيقة؟ أظن أن نيتكم في الحقيقة هي أمر آخر. ولكن يا عالي المقام، لم نقل سوى الحقيقة. لا ندري ما سبب سوء ظنكم وتشكيككم بنا. وما أدراني أنكم لم تنشئوا هذه القصة بهدف تمويه نيتكم. ما أدراني مثلا أنكم لم تدخلوا مصر بهدف الإخلال بأمنها أو التربص بشر ما. ما أدراني أنكم لستم عيونا لملوك آخرين. لا عالي المقام، فهذه التهم ليست لائقة بأبناء الأنبياء. ذرار الأنبياء بريئة من هذه التهم عالي المقام. لعلكم لم تعلموا بخطايا أبناء الأنبياء كابن نوح وقبيل ابن نبي الله آدم. ما أدراني أنكم تقولون الحقيقة. أيمكنكم إثبات ذلك؟ نحن نقول الحقيقة يا عزيز مصر، وسوف نحلف لك. لا 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 تحلفوا، بل عليكم أن تأتوني بأخيكم الأصغر إن رجعتم إلى مصر. فإن أنا لقيته تبين لي صدق ما ادعيتموه. ها أنتم ترون حسن ضيافتي وأني أزن الحنطة بالقسطاس المستقيم. فإن جئتم بأخيكم الأصغر بنيامين إلى مصر فسينال سهما من الحنطة، وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. كيلوا لهؤلاء حنطتهم كاملة واقبضوا منهم، اقبضوا ثمنها كسائر الناس. لا تنسوا شرطنا في سفركم القادم، يمكنكم الوعد. أسأتم إلى أبيكم وأخيكم، أنا عفوت عنكم، أرجو أن يسامحكم أبوكم أيضا. بعد أن تقبضوا من إخوتي ثمن الحنطة أعيد أموالهم بعينها إلى رحالهم من غير أن يشعروا بكم، وأنا سأدفع ثمنها لاحقا. أمرك عالي المقام، أنا أرجو العفو. ما الذي حصل حتى أبى نبي الله أن يعرف نفسه إلى إخوته؟ لا ينبغي أبداً أن يعرفوا حتى أخبرهم بنفسي. تقبضون أموالهم ثم تدسونها في رحالهم، فلما لا تقومون أساساً بإعطائهم الحنطة مجاناً؟ إنهم رأوا أموالهم ردت إليهم في رحالهم فسيعودون إلى مصر. سيعودون لسببين، طلباً للحنطة، وليعرفوا سبب ردنا أموالهم. إن كنت شديد الحزن على فراق أبيك فلماذا لم تسألهم أن يأتوك به عوضاً عن أخيك؟ أبي؟ لا، فأبي سوف يعرفني بمجرد أن يراني، وسيعلم ما الذي فعله بإخوتي. وليعلم، فليتبين له كذبهم. ما ضير ذلك؟ إن علم أبي فسوف يدعو على إخوتي. دعاء نبي الله سوف يقضي على إخوتي، خصوصاً أنهم ما زالوا يكذبون ولم يتوبوا بعد. ثم ماذا؟ هل تريد ليعقوب النبي أن يظل غارقاً في أحزانه على فراقك؟ لا، على إخوتي أن يتوبوا أولاً. سوف يهدأ غضب أبي بعد أن يتوب الله عليهم. وكيف تنوي أن تحملهم على هذه التوبة؟ ستعلمين لاحقاً. وأنا ما دعوت بنيامين إلى مصر إلا لذلك. أرجو أن تجري الأمور كما خططت لها. لا أدري سبب هذا الشعور بأني قد رأيت عزيز مصر قبل الآن. ألم يبدو لكم مألوفاً أيضاً؟
بلى بلى، أنا أشعر أنني قد رعيت الأغنام برفقته بالبادية عدة مرات. ما تقوله صحيح لأوي، أنا أيضا أشعر أنني أعرفه. اذهبوا على الفور واستلموا حنطتكم، اذهبوا. وما هذا جناب نيمي سابو؟ هذه هديتنا لكم. شكرا لكم. هذا الطحين هو زاد سفركم إلى دياركم. تعرفون طبعا كيف تخبزون. نحن شاكرون لكم ضيافتكم. أرجو لكم التوفيق. شكرا لك. وهل يأذن لنا أبي بأن نصطحب معنا بنيامين إلى مصر؟ طبعا لن يأذن بسبب الذكريات الأليمة التي يحملها عن يوسف. ولكن أولا يحق له؟ ألم نسئ بأفعالنا إلى أخينا؟ نحن لم نتب حتى، وإلا لأذن لنا أبونا كما تعلمون. لا خيار لنا، علينا أن نسعى أن نصطحب معنا بنيامين في السفر القادم، وإلا فلا كيل لنا في مصر. يا للسخرية، وهل أنت كالآلهة؟ كان علي في الماضي أن أقصد المعبد لرؤية آمون وسائر الآلهة، فأقف مقابلهم لأتمكن من الحديث إليهم. لكن يوسف كان يتحدث إليك من داخل غرفته أو من أي مكان آخر يكون فيه. أنا أشعر منذ فترة أنني بحضرتك أينما حللت. كنت أشعر بالوحدة حتى أيام خلت، أما الآن فأشعر أن ثمة أحدا بقربي، حتى ولو كنت في الخلوة حيث لا أحد. لا أدري ما أنت ومن تكون، لا يمكنني القول بعد إنني أؤمن بك، لكنني أشعر أنك بقربي وناظر إلي في كل آن. أنا قلقة من انقلاب وحيدة مجدداً. آه يا رب يوسف، أرجو منك ألا تذرني وحيدة، فأنا أستوحش من الغربة ومن الوحدة. أرى أنها قد تعلمت تماماً واعتادت على العمى أيضاً. أتعلم؟ أنا أظن أنك الآن تتحدث معي
إلى يوسف. لا، بل يوسف يتحدث إليك وأنت تنظر إليه. هو الآن في حضرتك. عندما تكون أنت بقربي أشعر أن يوسف أيضا بقربي، فنحن كلانا في حضرتك. شكرا لك، شكرا لك إذ تتفقدني وتضيء علي ليالي المظلمة. في الليالي الأخيرة نمت بلا خوف ووحشة، أشعر أنك دائما تحرسني ولا تنام أبدا، تحرسني في غفلتي، تحرسني. قالوا يعقوب بالانتظار. يفترض بهم العودة اليوم. لعل مكروها قد أصابهم. ألا تتفائلين بالخير؟ عسى تجدين. لا تبكي يا بني، سيعود أبوك قريبا. علام تأخرهم، فبالأمس عاد الكنعانيون. لماذا لم تصبروا حتى ترجعوا جميعا؟ نحن لم ندري كم يوما علينا أن ننتظر. لعلهم لن يعودوا ولو انتظرناهم أياما. اللهم كما أدخلت السرور على أهل كنعان بعودة أبنائهم، أدخل السرور على عشيرتنا بعودة أولادي سالمين. يا
ينبغي بالقوم أن يكونوا قد بلغوا الديار، فقد سبقونا بثلاثة أيام. سوف يقلق أهلنا ظنا منهم أن سوءا أصابنا، خصوصا أنهم رأونا ذهبنا برفقة جنود عزيز مصر ولم نعد بعدها. لعلهم سيظنون أن عزيز مصر قد تربص بنا شرا. لا تقلقوا، فإن أسرعنا قليلا لن نتأخر كثيرا. هيا أسرعوا أسرعوا. يا لها من رائحة خبز. أجل، ذكرتني هذه الرائحة بضيافة العزيز. كانت ضيافة لائقة. ذكرتني بالخبز الذي تخبزه أمي. مللنا الانتظار، ما بالهم؟ أجل، اجلب الخبز الذي نضج نأكله بينما ينضج غيره. انتظرنا طويلا. لولا أنهم أعطونا هذا الطحين زادا لطريقنا فما عسانا كنا فاعلين. فنحن لا نحمل رحا نطحن به القمح، كنا سنأكل الحنطة اليابسة. عفاهم الله على ما أغنوا عنا من المشقة. أي مشقة؟ لولا أنهم أبقوا علينا ثلاثة أيام لكنا الآن في ديارنا. حقا أنت أشبه ما تكون بالهر يا هودا، فأنت لا تتذكر فضل غيرك عليك أبدا. هيا نفتالي، لقد متنا جوعا، هيا أسرع. جناب رودامون، جناب رودامون، أنا مسرور لرؤيتك. بورنو بورياس، صديقي العزيز، ماذا تفعل هنا؟ ها أنا قد وليت أمرا كنت تتولاه أنت. كنت بعيدا عن طيبة منذ مدة، ماذا عندك من أخبار؟ أخبرني. كل الأخبار في طيبة تنتهي عند رجل واحد، يوزر سيف. يوزر سيف، هذا الاسم ليس ورد الألسن في طيبة فحسب، بل ذكره على كل لسان في كل أرض مصر. هذا الاسم كان مألوفا لي ولك قبل أن يألفه أهل مصر. أنا علمته فن القتال، وهو بدوره علمني كيف أكون إنسانا وكيف أعبد الله. أين هو الآن؟ تعلم جيدا أنه لولا وجوده لكنت دخلت السجن بدل نينيفر كابتا. هو الآن مشغول بإدارة أمور طيبة ومعبد أمون. ما أخبار السيدة زليخة؟ لم أرها منذ سنوات طويلة. أصبحت السيدة عجوزا عمياء هناك، اعتادت الجلوس هناك، لم تأتي اليوم. أخبرني، أين العجوز العمياء التي اعتادت الجلوس هنا؟ زليخة العمياء، لا ندري، لم نرها اليوم. لا يهم، سأجدها بنفسي. تابع نوبة حراستك. أنتما ماذا تريدان؟
عجبا حارستا السيدة زليخة. أنتما الاثنان مجددا؟ ماذا تفعلان هنا؟ السيدة زليخة لم تعد تملك شيئا لتهبه. هذا مؤسف، فقد جئنا السيدة زليخة بخبر مهم عن جناب يوزرسيف. أجل أجل تاما تياميني، ما الأمر؟ من هؤلاء؟ هما نفس المشردين المزعجين سيدتي. نحمل خبرا مهما زليخة. أحمق، السيدة زليخة، أتسمع؟ عفوا سيدة زليخة. على كل حال لم أعد أملك شيئا أهبه. هذا مؤسف، فثمت شخص من قبل يوزرسيف يبحث عنكم. تعال إلى هنا. في خدمتك سيدتي. هل تكذبان كما عودتمانا؟ هل تنويان خديعتي مجددا؟ نحن لا نكذب. أولا نضع يده في يدك سيدتي، ثم نستلم الجائزة بعدها. هذا منصف. أنتما تعلمان أني أعطيتكما الكثير إذا أخباركما الكاذبة. أما الآن فأنا لم أعد أملك شيئا. نحن متأسفون جدا، فالذي كان يبحث عنك هو من كبار الضباط، هل هذا صحيح؟ أجل فلنذهب إذن، هيا فلنذهب. اصبرا اصبرا، مهلا. سأعود الآن. حسناً، أين هو هذا الرجل؟ بمجرد استلامنا للهدية سوف نجلبه لك، لا تقلقي سيدتي. الرجل أولاً، اجلب الرجل إلى هنا ثم استلم هديتكما. سيدتي، لا خبر عن ذلك الرجل ما لم نستلم هديتنا. انظرا، إنها هدية ثمينة، اجلبا ذلك الرجل ثم خذا هذه الهدية. هيا لنهرب. سارقون، توقفا أيها اللصان، لقد سرقوها أو نفوهما. توقفا، ماذا يجري هنا؟ تعال أنت، مما كان فرارك؟ أنا لم أكن أفر عن المقام، كنت ذاهبا إليك. إلي أنا؟ أجل. وأنت من أين تعرفني؟ أعرفك، ألم تكن آتيا من القصر؟ ولما سؤالك هذا؟ لأن هذه السيدة لا تصدقني مهما قلت لها، إن رجلا من القصر يبحث عنها. أجل يا سيدي. هل أنت قادم من القصر؟ لا أفهم ماذا تقصدين بالقصر. أتيت بحثا عني؟ أجل، كنت أبحث عنكم. حسنا، أنت حر في الذهاب، خل سبيله. ولكن تمثال أمون. ليس شيئا، أنا قد زهدت فيه. أهديت أمون؟ أولست تعبدين أمون؟ لا، أنا الآن أعبد رب يوسف. عندما أخبرني أنك جئت من طرف يوسف لمقابلتي، رأيت أن أهبهما أمون.
فليبقى حسابهما لما بعد، فهما كاذبان. صحيح أنني جئت لرؤيتك، ولكن ليس من قبل يوسرسيف. ماذا سيدتي؟ لا أدري سبب ضعف ركبتي. لماذا تغير لونك سيدتي؟ هل سبق أن فقدت الأمل يوما؟ كل هذا الكذب، كل هذا الخداع، مع ذلك لم تفطني بعد. ظننت أن الرسول يوسرسيف قد جاءني. وماذا تريدين من يوسرسيف بهذا الوجه الذابل والعينين العمياوين سيدتي؟ من تكون أنت وعلام تناديني بسيدتي؟ هل نعرفك؟ أم أنك أحد أولئك المتسولين الذين يسخرون مني؟ إنه رودامون. أنت هو السيد رودامون؟ أقسم بالآلهة إنني قد عرفتك منذ البداية سيد رودامون. أين كنت رودامون؟ لقد ذهبت إلى المرسى مراراً، عبرت زقاق الكبش الحجري مكرراً، سألت عنك أصدقائك ومن عرفك، لكني لم أحظ بك. لقد ذهبت محارباً إلى بلاد أخرى منذ 10 سنوات، ولم أظن أبداً أن أجدك على هذه الحال سيدتي. فراق يوسف هو الذي فعل بي هذا. كنت أرجو أن تتمكن من إرشادي إلي. كيف سترين يوسرسيف وأنت لا تبصرين أبداً سيدتي؟ لا حاجة للبصر لكي أرى يوسف، أنا يكفيني فقط أن أشم ريحه. إن لقيته يوماً فسأطلب منه أن يسكنني في ركن من أركان قصره لأكون بجواره دائما وأستطيع شم ريحه في كل يوم. لكن يا للحسرة، فهذا أمل بعيد جدا. وما أدراك أنت، سأسعى أن أجد يوسرسيف سيدتي. أنا لم أفقد الأمل، سأعود إليكم حالما أصبر بخبر عن يوسرسيف. أرجو ألا تقطع أملك السابق. لا تقلقي، أمالي معلقة بك. سوف أعود، كوني على ثقة سيدتي. أتعرف أين أجد جناب يوسرسيف؟ لا، لم أعرف عنه منذ مدة. انطلق. ألم يأتي جناب يوسرسيف؟ لا، لم يأتي. قد تجده هناك سيدي. تحرك. أين أجد يوسرسيف؟ اذهب إلى هناك، سوف تجده حتما. أوافق؟ أجل، في ذلك الاتجاه ستجده حتما. هيا انطلق. اصبري سيدتي، أراك قد انطلقت مجددا. لا أطيق البقاء هنا. عندما أصل متأخرة إلى الميقات أشعر أني قد
استهنت بعشقي ليوسف، فمن شيم العاشق اللحاق بالمعشوق. وكيف لرودامون أن يخبرك إن عاد يحمل خبراً عن يوزرسيف سيدتي؟ أنت ترين أني كنت بانتظاره ولم يأتي، ولا أظنه سيأتي. فلنذهب. بوروبورياس، أتعرف أين أجد يوزرسيف؟ نعم عالي المقام، هؤلاء القوم يذهبون إلى المعبد للاستماع إلى حديث يوزرسيف، فهو ينوي أن يخطب بالناس اليوم في المعبد، وسيقوم بعبادة الله الواحد الأحد لأول مرة في معبد أمون عوضاً عن عبادة التماثيل. إلى قصر بوتيفار، انطلق. تاما، تياميني، أين أنتما؟ هل من أحد؟ سيدة زليخة، أين أنت؟ انطلق. ريح يوزرسيف. يوزرسيف خرج من القصر سيدتي. يحيى وزير مصر الأعظم، يحيى منجي مصر ورازقها، يحيى مالك مصر وولي أمرها، يحيى مستشار مصر ومعبرها، صاحب الكتاب الذهبي، عالي المقام يوزرسيف. تحية الله عليكم أيها الحراس والضباط الشجعان. يوسف، جعله حاكم مصر وعزيزها، وسبحان الذي أذل أصحاب المقامات إذ عصوه وألبسهم لباس الخضوع والمسكنة. تلك العجوز تبدو مألوفة لي، وهل رأيتها قبل الآن؟ لا أدري، فهمت كنها مقالتها؟ أنت هو المقصود من العبد الذي أصبح عزيز مصر؟ وهي قد تكون ذات حسب وقد أصبحت وضيعة، لكن يبدو من كلامها أنها ممن هداهم الله. مالك، استعلم عن أحوالها. أمرني يوزرسيف أن أنظر في حاجاتك فأقضيها، ماذا تريدين منه؟ أنا الآن لا أريد سوى محادثة يوزرسيف، لا حاجة لي سواها.
تريد فقط أن تتحدث إلى جناب يوزار سيف. الريح ريح يوسف. هل يوسف هنا؟ يوسف من أرسلني. أخبريني ما عندك فأنقله إلى يوسف. أشم فيك ريح يوسف. من أنت؟ ما قرابتك منه؟ أنا أدعى أسينات، زوجة عزيز مصر. قولي لي ماذا تريدين؟ ماذا قالت هذه المرأة؟ لم أسمعها جيدا. قلت لك أدعى أسينات، زوجة عزيز مصر، زوجة جناب يوزر سيف. سيدتي ما الأمر؟ سيدتي ما الأمر؟ سيدتي ما بك؟ ما الذي أصابها؟ أخفينا الأمر عنها لسنوات، لكنها في النهاية علمت بزواج يوزر سيف عزيز مصر. لماذا لم تخبريها أن هذه هي السيدة زليخة متيمة يوزر سيف؟ وهل ينبغي أن أقول لزوجتك إنها تعشق زوجك؟ طلبت أن تتحدث إليك، لكن ما إن علمت أني زوجتك حتى أغمي عليها. سيدتي سيدة زليخة، ما الأمر سيدتي؟ ما الأمر؟ سيدتي ردي علي. سيدتي سيدة زليخة، أنا لا أدري أين رأيتها. أظن أنها هي نفس العجوز التي أرى طيفها في النوم وقد طلبت مني العون مرارا وتكرارا. تلك التي كنت تبحث عنها؟ لا أدري، لعلها. على كل حال خذوها إلى القصر وارعوها ريثما أرجع. اذهبوا.